الخروج داخل حي المنشية. يأتي هذا الإنجاز طبعا بعد إنجاز سابق شمل تحرير كل من مسجد المنشية وعدة نقاط أخرى، منها حاجز أبو نجيب والهنداوي ومنطقة الكازية وكتلة النجارة الاستراتيجية داخل الحي المنشية. الآن العمليات العسكرية مركزة على منطقة الإرشادية، وهي أهم قلاع النظام داخل الحي المنشية وتعتبر غرفة عملياته ومستودع سلاحه. المعارك مستمرة حتى هذه اللحظة رغم الظروف الجوية السيئة في محافظة درعا، وربما تصدر غرفة عمليات البنيان المرصوص بيانا بما أنجزته هذا اليوم أو حتى هذه اللحظة. نعم بالنسبة للغارات الجوية من قبل طائرات الاحتلال الروسي بشر، هل ما زالت متواصلة على مناطق الاشتباك وأيضا على مناطق متفرقة في محافظة درعا؟ بطبيعة الحال الغارات الروسية لم تستهدف تماما مناطق الاشتباك، بل استهدفت المناطق السكنية والخطوط الخلفية. البارحة فقط قامت طائرات العدوان الروسي باستهداف مناطق درعا المحررة بأكثر من 50 غارة جوية، قامت باستهداف بلدتي العيمة وصيدا في ريف درعا الشرقي. البارحة ليلا فقط قامت باستهداف صيدا بأكثر من 10 غارات جوية، أدت إلى سقوط أكثر من 20 جريح في المدينة المكتظة بالسكان. أيضا قامت باستهداف مشفى صيدا الميداني، كذلك مشفى اليادودة الميداني بعد استهداف البلدة بأكثر من 6 غارات جوية وخروج هذين المشفيين عن الخدمة تماما، بالإضافة إلى خروج عدة مشافي أخرى، هي مشفى عيسى عجاج، مشفى البلد الميداني، مشفى صيدا، مشفى الجيزة، مشفى الغرية الشرقية، مشفى اليادودة. كل هذه المشافي خرجت عن الخدمة نهائيا. وايضا بالاضافه ايضا الى البيان الذي اصدره المجلس المحلي في مدينه درعا والذي اعلن فيه احياء درعا المحرره منطقه منكوبه، وهي منكوبه بالفعل حيث ان المدينه باتت شبه مدمره وسكانها قد نزحوا عنها بشكل كامل. شكرا جزيلا لك بشر احمد مراسل اورينت نيوز، حدثتنا مباشره من درعا. قالت محطه